مرحبا بحضراتكم اكيد مره كمان انا وكريم، وعندنا كلام كتير جدا عن الاهلي وكمان عن الكره العالميه، ملفات مختلفه هنفتحها مع ضيفنا العزيز استاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا نهاون. صباح الخير عليك يا كريم. صباح الفل يا ابو حميد، وسعداء ومتشرفين بوجودك معانا كالعاده. وتعالى نبتدي بعد اذنك بعوده الروح، انجاز ان احنا نسمي اللي شفناه في ماتش الاهلي مع القطن الكاميروني عوده الروح، وهي عوده حقيقيه ملموسه مش بس على صعيد اللاعبين، كمان حتى نقدر نقول ان عاده الروح من جديد لجماهير النادي الاهلي اللي شافت من خلال الماتش ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه اللي احنا حافظينه، السيطره اللي احنا متعودين عليها والهيمنه، وقبل ده وده روح الفانيلا الحمراء اللي كانت حاضره بقوه في الماتش ده. انا اعتقد انطلاقا بقى منه شايف اللي جاي عامل ازاي، وبصفه خاصه فيما يتعلق بماتش النهارده كمان. انا اعتقد يا كريم ان يعني النقطه الفاصله كان الجلسه اللي اجراها مارسيل كولر بعد التعثر الغريب جدا ضد الداخليه، الجلسه اللي اجراها مع اللاعبين في غرفه خلع ملابس بعد المباراه مباشره، وده حتى اللي خلاه ساعتها يتاخر عن المؤتمر الصحفي بعض الشيء بعد المباراه. اعتقد الجلسه دي كانت مهمه جدا لان مباراه القطن كان لا تقبل القسمة على اثنين، الاهلي دخل بقوه طبعا وسجل هدف مبكر لمحمد شريف. أيوة. وده ساعد ان الاهلي يسيطر على المباراه بصوره اكبر. هي بس النقطه ان انا طبعا هو فوز مهم جدا على القطن الكاميرون، لكن القطن الكاميرون هو اضعف فرق المجموعه. انا اعتقد المحق الحقيقي للاهلي هتكون طبعا مباراه سان داونز يوم في الاسبوع المقبل باذن الله، نتمنى ان شاء الله. توقعاتك ليه بالمناسبه؟ بص يعني برضو ضد المبالغات، انا شايف برضو في بعض وسائل الاعلام وبعض المحللين بيتكلموا عن سان داونز لكننا بنلعب ريال مدريد، مع احترامي الشديد يعني هو في الاول في الاخر فريق بيلعب في جوه دوري ابطال افريقيا، والاهلي اسم كبير، الاهلي هو البطل التاريخي، حتى لو في بعض ممكن نقول بعض الهفوات بعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه الاخيره، لكن الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه، وفي السنوات الماضيه الاهلي في جنوب افريقيا حقق نتائج ايجابيه، كان بيخرج على الاقل لما بيتهزمش بيتعادل، وبالتالي ان الاهلي قادر على تحقيق نتيجه ايجابيه ان الاهلي لا بديل امامه سوى تحقيق نتيجه ايجابيه ضد سان داونز، يعني بالتاكيد عدم الخساره، حتى طبعا يكون يعني قريب جدا من التاهل للدور المقبل باذن الله. لكن طبعا قبل كل طبعا هتبقى مباراه اليوم مباراه المقاولون العرب اليوم، مباراه مهمه جدا على صعيد الدوري الممتاز، لان الفوز بيها هيخليها بتاع بفارق 5 نقاط عن اقرب ملاحقيه بيراميدز او فيوتشر. طب جميل، تعالوا نتكلم شويه فنيات في المقاولون والاهلي. تاريخ مواجهات الاهلي والمقاولين لا الكفه الارجح وبمراحل وبفارق كبير جدا طبعا للنادي الاهلي، ولكن برضو هنقول ان لسه يعني الموسم ده برضو مختلف ولسه ما ظهرش قوي كل الانديه او ما ظهرتش القوه بتاعتها، لسه في فرصه كبيره جدا ولسه في فرصه ان انديه تصعد ومنهم ممكن يكون المقاولون. مع قياده كابتن شوقي غريب بتشوف برضو ممكن المقاولون تلعب في البدايه بهجوم ولا بدفاع ولا ميكس ما بين هجوم ودفاع؟ انا اعتقد بالتاكيد نظرا كمان نتائج المقاولين في الفتره الاخيره، المقاولين في اخر 4 مباريات ما كسبش غير مكسب واحد فقط، تعادل مباراتين، وفي المباراه الاخيره ضد فاركو هزم بهدفين مقابل بس هدف. بس بيجي مع الاهلي ويختلف بالتاكيد، نتذكر مباراه الكاس يعني مباراه الكاس الاهلي كسب 1-0 بصعوبه شديده جدا في الدور ربع النهائي من كاس مصر 2020 2021، وبالتالي المباراه لن تكون بالسهل. اتوقع ان يكون في تحفظ دفاع من جانب المقاولون العرب، خاصه ان هو عانى في الفتره الاخيره من ازمه دفاعيه فيما يخص استقبال الاهداف وما الى ذلك، فانا اعتقد ان هيبقى في جانب دفاعي، واعتقد مارسيل كولر هيحس لعيبه الاهلي ويكون كل هيعمل بكل قوه ان هو يسجل بشكل مبكر حتى ان اللعيبه ترتاح قليلا، واتوقع ايضا هتحصل روتيشن بعض الشيء في مباراه اليوم عشان يريح اللعيبه شويه عشان سان داونز، عشان مباراه سان داونز. مباراه سان داونز مباراه مصيريه جدا في مشوار الاهلي في مرحله المجموعات في الشامبيونز ليج هذا الموسم، لان ان شاء الله باذن الله نتيجه ايجابيه سواء فوز او على الاقل تقدير التعادل سيضمن للاهلي بنسبه كبيره جدا يعني ان هو يقترب من العبور، لانه بالتاكيد الاهلي ان شاء الله قادر على الفوز على القطن الكاميروني في الكاميرون، وايضا طبعا ضد الهلال باذن الله هنا في القاهره ان شاء الله. طب تعالى نقف ثواني كده مع مستر كولر. الفتره اللي فاتت ودي اتكررت اكتر من مره في اكتر من ماتش في اكتر من بطوله على فكره محليا وقاريا، ناس كتير ما كانتش بتقف عند اختيارات مستر كولر للقوام الرئيسي او الاساسي للفريق قد ما بتقف باستحسان وثناء في اغلب الاحيان عند تغييراته، حتى بسمينا تغييرات كولر الفارقه، كلمه الفارقه اتكررت كتير. طب هو ليه الاستحسان الاكبر بيكون جاي عند او بيجي مع التغييرات مش بيجي مع الاختيارات الاساسيه؟ يعني ليه الفارق ده مش بيتحقق في اغلب الاحيان غير مع تغييرات بعينها بيجريها المدير الفني؟ ليه ده مش بيتحقق من الاول؟
انا بص يا كريم، انا برضو انا يعني انا على المستوى الشخصي اكتر شيء بيعجبني في مارسيل كولر هو صراحته في المؤتمرات الصحفيه. يعني نادرا ما انا في حقيقه في مدربين اجانب كتير جدا مش بس في الاهلي على مدار في السنوات الاخيره بيجوا بيبقى في بعض الشيء بيحاولوا يبقى فيه تحفظ وما بيتكلمش، لكن مارسيل كولر الحقيقه لما بيجد اخطاء من لعيبه النادي الاهلي بيتكلم بشكل واضح وصريح، وده امر بالنسبه لي امر ايجابي جدا. ما بيحس ان في تخاذل بعض الشيء او في اخفاقات او في اي حاجه بيتكلم بشكل واضح وصريح. فيما يخص موضوع التغييرات، مارسيل كولر بالتاكيد ده بيدل ان هو كوتش يعني مدرب كويس جدا، وده امر جيد جدا، واضح ان هو بدا خلاص يفهم طبيعه يعني طبيعه لعيبه النادي الاهلي والسكواد اللي معاه بشكل عام. عوده محمود كهربا كانت امر مهم جدا بالنسبه لي، اتمنى ان شاء الله كهربا يكون متواجد تحديدا في مباراه سان داونز، لان الحقيقه محمود كهربا منذ عودته الحقيقه من فتره ايقاف طويله واضح انه برده، ودي نقطه برده تحسب لمارسيل كولر، ان رغم فتره الايقاف لمحمود كهربا الفتره اللي كان موقوف فيها واضح انه كان بيتمرن كويس جدا، بدليل انه في اول مباراه ضد سموحه سجل وواصل التسجيل تقريبا كل مباراته في الدوري المصري بيسجل، مباراته ضد الزمالك سجل. وقتها قلنا ان مع اول عوده ليه ما حسيناش للحظه ان هو كان غايب، صنع وسجل ضد سموحه. لا فبالتالي ده برده ده يحسب لمارسيل كولر. وممكن كهربا بيعوض بعض الشيء موضوع ازمه المهاجم الصريح اللي هو كان واضح ان هو طبعا عايزه، واتمنى ان شاء الله ان اداره النادي الاهلي توفر ده في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله باذن الله. فلا فبالتالي مارسيل كولر الحقيقه في امور كتير يعني في امور ايجابيه كتير جدا، صحيح في بعض الحاجات انا مثلا تحديدا كنت متحفظ عليها بعض الشيء في مباراه ريال مدريد تحديدا، لان هو ما لعبش بثلاثه في نص ملعب، لعب باثنين في نص ملعب، يمكن اختلفت معاه بعض الشيء. ويمكن اختلفت معاه ايضا برضو عشان اكون صريح برضو معاك يا كريم في تاخير نزول تدريب كهربا في مباراه ريال مدريد، طبعا دي كانت المباراه الاهم للنادي الاهلي هذا الموسم، المباراه اللي كانت مشاهده في معظم انحاء العالم، مباراه التاريخ بكل تاكيد. فبالتالي لا غير يعني مفيش مدرب اكيد كامل يعني، لكن بشكل عام لا كولر الحقيقه بيعجبني في تصريحاته، بتعجبني جدا صراحته مع وسائل الاعلام، يعني فعلا ده النموذج اللي بيحصل بره، يعني انا بتابع معظم المدربين بره ده النموذج بالفعل اللي اتمنى حتى مدربين يتعلموا ازاي مخاطبه وسائل الاعلام والكلام ده كله. انا عايز اسالك شويه عن النادي الاهلي، لما كان في تقرير امبارح انا شفته كان يعني احدى القنوات الرياضيه وبيعملوا تقرير في الشارع بيسالوا الناس توقعاتك للاهلي ومباريات الاهلي يعني والمقاولون، كتير من الناس كانوا بيتكلموا بيقولوا فوز الاهلي، ولكن كانوا برضو بيتحدثوا ان الاهلي ليس في افضل الحالات بقاله 3 4 مباريات. طيب الدروب اللي حصل ده برضو تفسيرك ليه؟ هل سبب في مشاركتنا او الستوب اللي حصل، التوقف اللي حصل، فكره ان احنا نشارك في كاس العالم الانديه هو ده السبب اللي اثر؟ لان احنا كنا ماشيين بوتيره حلوه جدا، يعني الدروب اللي حصل في 3 4 مباريات مع قدوم النادي الاهلي من كاس العالم الانديه سببه ايه؟ دي اسباب ليس لها علاقه برضو عشان لانه حامل مارسيل كولر المسؤوليه، دي طبيعه اللاعب المصري نفسه حتى الان، ولازم نعترف بده، اللاعب المصري حتى الان بيتحمل ضغط اللاعب كل 3 ايام، يعني احنا بنشوف ريال مدريد برشلونه بيلعبوا 3 ايام، الانديه الانجليزيه بتوصل ممكن يلعبوا خلال 48 ساعه مباراتين. بس طبعا ده حمل بدني مختلف وتنشئه من الصغر مختلفه واللايف ستايل تاني تماما تاني خالص، وبالتالي احنا مش متعودين على النظام ده. الاهلي كان في بعض الكلام، وانا يعني كان في بعض الكلام كان في ممكن ان هو يطلب تاجيل مباراه المقاولون عشان حته الارهاق دي، لكن طبعا نظرا لرزنامه المباراه المضغوطه الاهلي او رابطه الانديه رفضت ده، ونظرا طبعا لرزنامه المباراه المضغوطه ايضا الاهلي طبعا اعتذر عن المشاركه في البطوله العربيه. انا على المستوى الشخصي كنت اتمنى ان الاهلي يشارك في البطوله العربيه لان البطوله حابه تضم نخبه من الانديه العربيه، ولكن طبعا نظرا طبعا للظروف ورزنامه المباريات الاهلي اعتذر عن المشاركه، وبالتالي ضغط المباريات ده برده يعني اللعيبه المصريه حتى مش قادره تتحمله بشكل كبير جدا، وده بالتالي بالتاكيد بياثر بالسلب على الاداء. طبعا في بعض الامور برده في غياب تركيز في بعض الاحيان في مباراه الداخليه، الحقيقه الهدف اللي جه في الثانيه الاخيره كان في غياب واضح جدا للتركيز، وده سبب يعني كما يقال كده باللغه المصريه الدش الساخن اللي اعطاه مارسيل كولر للاعبين في غرفه خالد الملابس بعد نهايه المباراه، وهو طلع كشف ده، يعني مش مثلا تقرير صحفيه اتكلمت او مصدر ذكر، لا هو بنفسه طلع. عشان كده انا بحيي مارسيل كولر انه بالفعل بيطبق السياسه الاوروبيه فيما يخص الصراحه مع وسائل الاعلام ومع الجماهير النادي الاهلي، وده امر كبير جدا، وده اللي مخلي الجماهير حتى الان واثقه فيه بصوره كبيره جدا. صحيح. طيب من ضمن الاخبار اللي كنا بنقولها من شويه، والخبر ده انا فاكر حتى نهاوند تحديدا اللي كانت بتقوله وقالت ذكرت اسماء اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج في الدوريات المختلفه اللي هيشاركوا في قوام المنتخب الرئيسي ان شاء الله الفتره الجايه، ووقفنا كده يعني ايه خدنا ودينا انا وهي في تفصيله، يا ريت برضه تحضرنا فيها. شفت التفصيله، سمعت انت الجزء ده من الحوار، فكره ان انا بتفق مع نهاوند وبختلف معاك. نهاوند الكلام حلو، وجهه نظرك لان نهاوند الكلام في موضوع الملاعب، في موضوع في موضوع الملاعب ده امر مهم جدا. احنا عندنا الملاعب فعلا معظم الملاعب ارضياتها ليست بشكل جيد جدا. اللاعبين المحترفين برضه عشان نكون صرحاء برضه مع الساده المشاهدين،
نتكلم عن محمد صلاح، محمد النني، عمر مرموش، الناس دي بتلعب في التوب في اعلى مستوى كره قدم على مستوى العالم في اوروبا. صحيح. المستويات هنا يا جماعه برضو ما الامور هتبقى بعيده عشان نكون صراحة برضو عشان مع السلامه مش هينو. هو مش المستويات اللي اقل هنا، هي طبعا اكيد بتبقى بالنسبه لهم بتكتف اللعيبه اللي متعوده على اللعب المفتوح والمنظومه الكرويه الاوروبيه المعتاده، لكن على الاقل مش الفرق في المستوى ده المفروض لو اعتبرنا ان في اي ميزه تذكر، مش من ضمن مميزاته بالنسبه للاعب المحترف انه فرصه انه يظهر والشويتين بتوعه كمحترف يبانوا في ارضيه الملعب. يعني انا مثلا تحديدا محمد صلاح، محمد صلاح والله انا بشوف انه بيبذل اقصى جهد، يعني حتى في كاس الامم الافريقيه الاخيره رغم ان منتخبنا ما قدمش احسن مستوى وكان ادائنا طبعا اداء دفاعي بحت، لكن محمد صلاح كان قائد بالفعل في ارض الملعب وهو الفعل اللي كان ليه دور مهم جدا في وده ما منعش في وقت من الاوقات ان البعض من الجماهير وقفوا عند محمد صلاح شخصيا واتقال كلام من عينه خايف على رجله عشان ما يتعورش وحاجات زي كده. لا خالص بالعكس، محمد صلاح حلمه يعني ميسي ليه حاليا دلوقتي الناس كتير شايفاه انه اعظم لاعب في التاريخ لانه خلاص حقق كاس العالم مع الارجنتين. ميسي نفسه يعني كان فعلا كان مثل الطفل الصغير وهو شايل كاس العالم رغم كل الانجازات الاسطوريه اللي حققها مع برشلونه ودوري الابطال وبالون دور وجائزه ذا بيست، لكن كاس العالم اللي كانت القطعه الناقصه في دولاب بطولات ميسي وحينما حققها هو ده اعظم انجاز ليه، من هو قال اعظم مفيش اعظم من ان انا ارتدي قميص المنتخب واحمل لقب كاس العالم. ده اكيد نفس الشيء بالنسبه لمحمد صلاح، النني، عمر مرموش، تريزيجيه، كل الاسماء دي. فانا شايف ان للاسف الشديد لان المحترفين عددهم مش كبير واللاعبين المحليين هم الاكثر، ففي فرق كبير جدا في الفكر وفي كل حاجه وبالتالي بتحصل هذا الجاب الكبير، وده اللي اشارت لينا هواند. حتى من ضمن الحاجات اللي قالتها ان هواند حته الهارموني اللي ما بتكونش متحققه لان هو ما فيش معسكرات كتير، ما فيش فرصه بالظبط. فبالتالي هو ده الفرق، ان ما فيش وقت، لانه طبعا نظام المباريات مضغوطه وانت اصلا كده اللاعب المحترف مش هيجي لك غير فقط في الفتره المسموحه من الفيفا، مش هيجي لك براها، وبالتالي طبعا ده الجاب اللي بيحصل. نتمنى زياده عدد المحترفين بتوعنا في الفتره المقبله باذن الله، لان ده كده يعود على منتخب مصر، لان علينا ان نعترف ان الجاب احنا شايفين السنغال ما شاء الله يعني افريقيا يا شباب ناشئين صح، فلا يعني واضح ان يعني اخشى ما اخشى ان الجاب يتسع اكتر من ذلك. فنتمنى زياده رقعه يعني عدد اللاعبين المحترفين ان شاء الله في الفتره المقبله. محمد صلاح قوه مصر الناعمه كريم طبعا، محمد صلاح اللي بيعمله اسم مصر زي ايجيبشن كينج. بص محمد صلاح احنا بنتكلم على قصه عشق ما بينه وبين الجماهير، فمش محتاجين نتكلم عن جودته كلاعب ولا عن ضميره وهو بيلعب يعني ده مفروض من جدا. انا كنت بقول لك السؤال ده من وجهه نظر الجماهير اللي قالت كده في ذلك التوقيت. لا بالعكس، لكن هو طبعا محمد صلاح اكيد لا غبار عليه بطبيعه الحال. لا يعني هو يعني محمد صلاح يعني اسطوره بكل ما تحمل الكلام من معنى، ان هو يعني في ماتش السبعه الشهير يوم الاحد ده من مصادر السعاده بالنسبه للمصريين. بالظبط والله صلاح. انا يعني انا ما بشجعش ليفربول ولا يعني ماليش، بس فعلا كنت سعيد جدا من محمد صلاح وكنت يعني اكن مصر جابوا الجول فعلا تحديدا لما سجل هدف رقم 129 الهدف السادس ثاني هدف ليه في الماتش ده بالظبط. لا فمحمد صلاح ده حاجه يعني عظيمه جدا طبعا. وفعلا احد القوى الناعمه مهمه جدا ان احنا نحافظ عليها في الفتره المقبله دي، بتجذب كتير جدا لمصر باذن الله. صحيح. طيب بص هنروح ونرجع ما بين دوري الابطال والنادي الاهلي طبعا والدوري المحلي وغيره. عايز اروح معاك شويه للخبر كان منتشر وهل ده صحيح ولا لا، فكره هنا رحيل ميسي عن بي اس جي. انت عارف في فترات كده لازم ينتقل فيها او بيبقى فيها بعض الاشاعات، يعني هل الموضوع ده اصلا وارد الفتره اللي جايه ولا مستبعد تماما؟ والله انا هوندا، وحتى كان المفروض في اتفاق مبدئي ان ميسي عنده قابليه انه يكمل مع بي اس جي لموسم اخر، ولكن واضح ان الموضوع حتى انستول واقف لمحلك سر حتى الان، مش عارفين لسه الامور هتمشي ازاي. هو كان اجرى حوار نشر بالامس للموقع الرسمي البي اس جي، اتكلم عن طموحاته ان هو عايز يحقق دوري الابطال بقميص باريس سان جيرمان ويضيف اللقب الرابع ليه في مسيرته بدوري ابطال اوروبا، لكن حتى الان مش عارفين الامور هتمشي ازاي. انتر ميامي وكذا مسؤول في الدوري الامريكي اعلنوا بشكل واضح ورسمي ان هم عايزين ميسي بداية من فترة انتقالات الصيفية المقبلة مع المرتب اللي هو هيطلبه، لان يعني ما هو اللوائح في هناك بالمناسبة هناك في يعني معظم اللاعبين تقريبا بياخدوا رواتب يعني قليله مش زي ما الناس متخيله، بيبقى في استثناءات للنجوم الكبيره، يعني ديفيد بيكهام مثلا حينما ذهب كان هو الاستثناء عشان كده بينهم مسيرتهم معظم النجوم دول في امريكا. ديفيد بيكهام لما راح لوس انجلوس جالكسي في 2007 كان هو الاستثناء في موضوع الرواتب، كان بياخد راتب خرافي كان 50 مليون دولار في السنه. طب انا هسالك على حاجه، لو هو جاله عرض لا في امريكا ميسي وجاله عرض في الهلال، لان سمعنا برده مؤخرا ان هو جاي له عرض، انت من وجهه نظرك ينهي هنا ولا ينهي هنا مسيرته؟ احنا هنتكلم ان ده هيبقى اخر مشاركه ليه وبعد كده هيبقى في مثلا اعتزال.
بعض التقارير الصحفيه اللي كانت خرجت حتى من اسبانيا بتتكلم ان ميسي ليه منزل في ميامي، في مدينه ميامي، عشان كده انتر ميامي بيلعب على النقطه دي ان هو ميسي بيريد برضه ان هو ممكن يختم مسيرته في الولايات المتحده الامريكيه. لكن الامان قد تلعب دور، يعني احنا شفنا رونالدو راح للنصر، راح للنصر لانه الراتب بتاعه بحسب كل المصادر الموثوقه بنتكلم في 200 مليون يورو في السنه الواحده او في الموسم الواحد. وبالتالي ما نعرفش، لان كان في صحيفه ماركا الاسبانيه من اسبوع تقريبا اتكلمت ان اتحاد جده ممكن يعرض اكتر من 90 مليون دولار على ميسي كراتب سنوي. الهلال ايضا نفس القصه، والهلال كمان تحديدا خلاص العقوبه اللي عليه بالمنع من القيد اتشالت خلاص واصبح ليه حق بدايه من فتره انتقالات الصيفيه المقبله. فكل الامور تبقى مفتوحه، خاصه ان ميسي واضح ان فعلا الموضوع ما نعرفش ايه الاسباب حتى الان، لكن بحسب كل المصادر الموثوقه ان ميسي واضح انه مأجل الموضوع. واعتقد ان مباراه بايرن ميونخ ان شاء الله بكره باذن الله قد تلعب دور حاسم في مستقبل ليونيل ميسي مع بي اس جي. طيب سيطره راس المال وهيمنه الاموال الطائله افادت كره القدم ولا بالعكس نقصت من متعتها؟ هو سؤال، يعني سؤال مهم جدا يا كريم. انا اعتقد يعني كده وكده، يعني ممكن نقول يعني تعال حتى نضرب المثال ده بكريستيانو رونالدو تحديدا. فكره ان انت كان ممكن تشوفه وهو بينهي مسيرته ورحلته الخياليه في دوريات عالميه بالمقارنه بان انت تشوفه بيختم المسيره الحافله دي في الدوري شرق اوسطي، دوري عربي خليجي. تحديدا مثلا الدوري السعودي، موضوع كريستيانو رونالدو انا بتذكر اكسبريشن لنهاوند قالت هو صفقه دوله، بالفعل هو صفقه دوله، تحديد دعايه ضخمه جدا. فيزيت سعودي دي اصبحت يعني حاجه، يعني حتى في كلام ان هي ممكن تبقى موجوده في كاس عام للسيدات في نيوزيلندا واستراليا هذا العام باذن الله، ممكن تكون من ضمن الدعايه ويكون عليها صوره كريستيانو رونالدو. رونالدو يعني حينما بيلبس اللبس هو فايدته بالنسبه للسعودي طبعا مش محتاجين نتكلم، طبعا هو هو دعايه ضخمه. انا بتكلم بقى من وجهه نظر المشاهدين. لا هو رونالدو، اصل رونالدو 38 سنه، واضح ان الموضوع طبعا بصوا من جانب مادي بحت، يعني ما مش يعني هو تصريحه في المؤتمر الصحفي قال تحدي جديد وانا خلصت كل اللي يعني اللي انا عايزه في اوروبا، لكن لا هو الموضوع طبعا مادي بحت، بنتكلم في 200 يورو مليون يورو في السنه، مبلغ يعني هناخد 200 يورو الحلقه وهقعد قاعده مختلفه جدا، هتلاقيني واخد وضعي كريم ممكن 150 حتى القعده بتاعتي هتختلف وقتها. فلا الموضوع مادي بحت، وميسي نفسه خلاص داخل على 36 سنه، وبالتالي ممكن الموضوع برده ينظر اليه بنظره ماديه، ما نعرفش يعني كل واحد بيبقى ليه حساباته وبيبقى ليه قناعاته، وخاصه انهم دي لعيبه عامله كل شيء في كره القدم. لكن نموذج الدوري السعودي تحديدا واضح ان هم عندهم هدف ان يبقى السعوديه تبقى موطن بالنسبه لهم، يبقى الدوري السعودي واحد من اقوى الدوريات على مستوى العالم، هم ده هدف وهم اعلنوا بشكل واضح. الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه السعودي هو اعلن ده بشكل واضح، قال اي صفقه كبرى هيكون في دعم سخي ودعم ليها، لان صفقه رونالدو تحديدا ال 200 مليون يورو مش بس الراتب اللي بيحصل عليه من النصر، دي موضوع داخل فيه موضوع شركات رعايه واعلانات ومشاريع بين الشركات اللي بيملكها رونالدو والجهات الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه. فالموضوع واضح ان الموضوع كبير جدا، فهو دي بتبقى دي استراتيجيات وحسب كل فكر بالنسبه لكل دوله، لكن هم عايزين الدوري السعودي يبقى واحد من اقوى 10 دوريات على مستوى العالم خلال الفتره القليله. على فكره هي صفقه ناجحه مش بس لكريستيانو، هي صفقه ناجحه كمان للسعوديه بشكل كبير، لان انت لو عملت ميزانيه يعني ماركتنج للسياحه، وعلى الصعيد الثاني تطوير رياضه، هتلاقي ان البادجت ده مع قدوم كريستيانو لا هو مش بادجت كبير. فيعني اعتقد هي صفقه فعلا وين وين سيتويشن زي ما بالتاكيد ان هوند، ان خصوصا كمان السعوديه يعني شايفين لا نقله نوعيه، نقلة حته ثانيه كبيره جدا، مش بس في الرياضه، في الفن، في امور كتير جدا. حتى هم سامحين، يعني قريت حتى خبر فني ان هم سامحين ان الشركات السينما العالميه ممكن يجي يصوروا بتخفيضات كبيره جدا، 40 و50% تخفيضات على في الاماكن التاريخيه الاثريه في السعوديه. السعوديه بقت ديستنيشن للسياحه بالظبط، فاهم حاجه؟ يعني احنا كنا زمان السعوديه دين، يعني او يعني عمره حج يعني اشعار، لكن دلوقتي في ناس فعلا بتروح السعوديه علشان يبقى حاجه يعني سياحه توريزم، شوبينج وات ايفر. ده حقيقي، ده حقيقي بالفعل. فلا هو واضح ان هو الرياضه جزء من المشروع ده، فهي حسب كل سياسه كل دولة. على فكره كل التفاصيل هم ماشيين فيها بالتوازي، حتى فنيا واعلاميا في الفتره الاخيره برضو شفنا طفره ملموسه الحقيقه على هذا الصعيد. ده حقيقي، ده حقيقي. كلام محترم جدا. هنرجع ولا عايزنا نفضل هناك؟ زي ما طيب عندنا بروسيا دورتموند وفوزه على برضو تشيلسي، وده كان شويه كان غير متوقع. هل بتشوف ان ممكن يعوض تشيلسي بعد كده، ولا شويه اثرت على ادائه وممكن كان روح المعنويه؟ مباراه المصير لجرام بوتر مدرب تشيلسي بالظبط، وجهه نظري لان الفرصه الاخيره زي ما بتقول، يعني تشيلسي فوزين فقط منذ بدايه العام الحالي امر صعب جدا. فوز في 15 يناير ضد كريستال بالاس في البريمير ليج، ثم الفوز يوم السبت الماضي
ضد ليدز يونايتد وفوزين 1-0 وباداء، رغم ان تشيلسي صارف فوق 600 مليون جنيه استرليني خلال الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي. شفت بقى ده اللي كريم كان بيتكلم عليه، اللي هي راس المال في الرياضه ربما يتبقى ايجابي او سلبي يعني حسب. للاسف واضح ان اللي تولى الامور في تشيلسي ممشي كل الطاقم القديم طبعا اللي كان مع رامان ابراموفيتش، وتود بويلي الملك الامريكي وهو اللي رئيس النادي حاليا هو اللي تولى اداره الصفقات. صفقات تشيلسي صفقات كبيره جدا، كان في بعض الصفقات طبعا فيها اموال مبالغ فيها جدا، يعني مدرك اللاعب الاوكراني هو لاعب موهوب لكن لا يعني بوجهه نظري مش 100 مليون مليون يورو خالص يعني. انزو فرنانديز واحد من افضل لاعبي خط الوسط الواعدين حاليا على مستوى العالم اللي كان ليه دور في تتويج الارجنتين بكاس العالم، لكن مش 121 مليون يورو اللي يعني فالمبالغ في مبالغات بعض الشيء. وحتى ان حتى رابطه البريمير ليج واضح ان يبقى في تدخل في الفتره المقبله في موضوع تشيلسي، لان الرئيس التنفيذي ليها كان ليه تصريحات سابقه وقال انا هوند بشكل واضح تشيلسي عليه ان يبيع لاعبين في الفتره المقبله حتى يوزن موضوع اللعب المالي النظيف، لان يعني لان حجم الانفاق بهذا الشكل مش هيتم السماح بيه. طبعا هو تشيلسي في تريكه لعب عليها بصوره كبيره جدا، انه بيخلي عقود اللعيبه 7 و8 سنين، وده بيخليه يفلت من قانون اللعب المالي النظيف، لانه بالتالي بدل ما اللاعب ياخد الراتب اللي هو يعني عايزه في الاربع خمس سنين بياخده على 7 سنين. أيوة. وبالتالي طبعا ده بيخليه يهرب من قوانين اللعب المالي النظيف، وده حتى بيخلي الاتحاد الاوروبي لكره القدم اليوفا حاليا بيبحث يعني ازاي يعني يحل هذه الثغره حتى لا تكرر انديه اخرى ما فعلوه تشيلسي، خاصه ان في كلام طبعا ان مانشستر يونايتد حاليا قد نشهد يعني استحواذ عربي جديد يعني جديد عليه تحديدا من قطر، لان الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني هو احد يعني المقربين جدا من الحاكمه في قطر، واضح ان في كلام انه خلاص مقدم كان اعلنوا من كام شهر ان في رغبه في البيع، دلوقتي الموضوع بقى رسمي في عرض من احدى بعد السبعيه الاخيره الرغبه هتزيد بالنسبه له ولا هو بقول حاجه كريم، حتى قبل السبعيه وحتى مع فوز مانشستر يونايتد بكاس رابطه الانديه الانجليزيه المحترفه على نيوكاسل، الجميل مش يعني باللغه المصريه مش طايقه خالص الجليزر، مش طايقه عليه الجليزر نهائي، وبالتالي في عرضين، في عرض من السير ران راجت ليف ده اللي هو الملياردير البريطاني، وفي طبعا من العرض القطري، لكن العرض القطري هو اللي اقرب بالمناسبه لانه بيتجاوز 5 مليارات يورو وهيتحملوا كل الديون كل الديون من غير ديون. انا بصراحه عمال يطرطش ملايين يوروهات في وشنا ودخل على الملايين على الملايين دخل بالمليارات، انا كنت عارف ان ده هيحصل اقسم بالله. الصفقه دي لو تمت يا كريم هتبقى يعني هيبقى اغلى صفقه رياضيه في التاريخ. عمرها ما حصلت ان نادي يباع حتى في كره القدم الامريكيه وفي الام بي ال، بس يستحق على فكره تاريخ اليونايتد. مانشستر يونايتد نادي كاستثمارا هيبقى نادي مربح جدا بالمناسبه، يعني يعني القطريين او البريطانيين او حتى لو في مستثمرين اخرين بيتنفع عشان مانشستر يونايتد، الناس دي هتكسب اكيد، لان مانشستر يونايتد اكيد مش هياخدوا خطوه زي دي غير ما هم يبقوا عاملين دراسه جدوى كامله ووافيه ومتاكدين 100% ان كل يورو هيدفع هيجي قصاده. الموضوع برده يا كريم مش هيبقى سهل، على لو حتى ريسي العطا على قطر الموضوع مش هيبقى سهل، لان رابطه البريمير ليج هتطلب ضمانات ان مفيش اي تدخل حكومي كما حدث في المعامل الماضي مع صفقه نيوكاسل. ما لهاش علاقه الحكومات، واحنا رجال اعمال هم اللي بيديروا النادي المشترك ورب الاعمال. الموضوع في بريطانيا هم حاسين ان دي مانشستر تحديدا بنتكلم هو النادي الاعظم. على ذكر مانشستر يونايتد طبعا ليفربول اكيد وضعه في الترتيب الدوري في البريمير ليج السنه دي ما يصرش لعدوى ولا حبيب. اي نعم كان في صحوه ملحوظه في الفتره الاخيره في ليفربول طبعا تالقت يعني في ماتش مانشستر يونايتد والسبعيه دي، لكن هل السبعيه دي ممكن تبقى من ضمن فوائدها المعنويه ان فيها شيء من ان كونها رساله قد تكون موجهه لريال مدريد بيتقال من خلالها ان احنا قادرين على ان احنا نعمل ريمونتادا بعد الماتش الاخير اللي جمع بين ليفربول وريال مدريد؟ بص يا كريم، ريال مدريد ما بيعيش احسن احواله، الفرق حاليا بقى 9 نقط بينه وبين برشلونه، تعادل في المباراه الاخيره ضد ريال بيتيس، ورغم يعني ريال مدريد حتى قبل مباراه ليفربول كان نتائجه ما كانتش كده، لكن هو فاز بخماسيه طبعا، يعني هي بتبقى ظروف مباريات. يعني عايز اقول لك سبحان الله مانشستر يونايتد ما فيش من حوالي من اسبوع كسب برشلونه 2-1 وتاهل في الدوري الاوروبي، بعديها 7-0 يعني. ريال مدريد نفسه، ريال مدريد من ساعه فوزه على ليفربول ما بيكسبش، يعني خسر من برشلونه في الكاس وتعادل ماتشين، تعادل مع اتلتيكو مدريد وتعادل مع ريال بيتيس. انشيلوتي كان هيتجنن، قال يا جماعه انا مش عارف ايه اللي بيحصل بعد في المؤتمر بعد ريال في المؤتمر الصحفي بعد مباراه ريال بيتيس، قال احنا يعني حرفيا بعد ما سجلنا 5 ضد ليفربول ما سجلناش غير جول واحد بس ومن كره ثابته ضد اتلتيكو مدريد، خسرنا من برشلونه على ارضنا في نصف الذهاب نصف نهائي الكاس وقدام ريال بيتيس تعادلنا،
وبالتالي كل الامور تبقى مفتوحه في كره القدم. اللي بنشوفه هذا الموسم يعني الهلال نفسه يعني سريعا في دوري ابطال اسيا كسب الدحيل في قطر 7-0 يعني فنتائج غريبه جدا. فكل شيء وارد في كره القدم، لكن بالتاكيد ريال مدريد الاقرب عشان برضو نكون واقعيين، لكن كل شيء يبقى وارد في كره القدم. ومين عارف يعني، وحد كان يتخيل؟ انا كنت متوقع ان ليفربول يكسب مانشستر يونايتد لاسباب نفسيه والعداوه التاريخيه بين المدينتين، عداوه طبعا بترجع لاسباب اقتصاديه قبل ما تكون رياضيه. لكن في نفس الوقت يعني ان 7 لا يعني كانت مفاجاه. بس على كل حال ناس كتيره كانت فرحانه ان مانشستر يونايتد خسر، لان قال لك ده ذنب تين هيج مع كريستيانو رونالدو. انا قريتها في كذا مقال يعني. ده وبيرس مورجان طبعا الاعلامي البريطاني الشهير وصديق رونالدو المقرب اتكلم في القصه دي طبعا ومسك وبعدهم كمان نفس الفكر بتاعنا اللي يجي علينا ربنا مش هيوفقه ابدا. طب ما بص اللي حصل لريال مدريد اهو، هو ده يعني دي صدفه مثلا؟ ايوه ساعه ليفربول فعلا ما تسيبش ده امر كرة القدم فيها كل شيء. لكن طبعا واقعيا واعتقد ان ريال مدريد الليجا خلاص تبعد بصوره بنسبه 90% بتبعد خلاص، فاعتقد هو ليس امامه حاليا غير، وحتى في كاس الملك هو خسر على الارض 1-0 وممكن برشلونه هو الاقرب، فاعتقد انه ما قدموش غير دوري ابطال اوروبا هو البطوله اللي بيحمل لقبها، وبالتالي هو سينزل اكيد بكل قوته حتى لو هو كسبان 5. لكن كل شيء وارد في كره القدم، مين عارف؟ والله مين عارف، يمكن ليفربول يعملها. وانا متعشم محمد صلاح يتالق في هذه المباراه ويفك النحس الشباك من ريال مدريد، سجل في ملعب سانتياغو برنابيو. نتمنى هو صحيح طبعا فك النحس في مباراه الذهاب، لكن انتهت المباراه نتيجه كارثيه، اكبر هزيمه في ملعب انفيلد في تاريخ ليفربول في دوري ابطال اوروبا. نتعشم ان شاء الله ان محمد صلاح اتالق، ويمكن يعني هتحصل المعجزه، يعني التاجيل هتبقى معجزه لو ليفربول اتاهل في ملعب ريال مدريد يعني. طب انشيلوتي ساعتها هو يعني يمشي فيه على طول، مش هيقعد يعني من ملعب سانتياغو برنابيو على البيت، مش هيسيبوه. انا عندي استفسار، هو ليه دلوقتي عمالين نسمع عن بيع انديه كبرى في اوروبا؟ يعني سمعنا ده برضو على ليفربول، سمعنا في مانشستر يونايتد بقى لنا فتره طويله، كنا سامعين في برشلونه، يعني ليه بيحصل ده بشكل مكثف الفتره دي؟ بالنسبه بس ده عدم استقرار، اصل بيؤثر على النتائج وعلى الاستقرار بتاع اللعيبه وعلى الاداء وعلى كل حاجه. بص يا هوند، البريمير ليج حاليا اصبح جاذب جدا للاستثمارات الاجنبيه، حقيقه البريمير ليج يعني هو اقوى دوري في العالم، ده مش من فراغ، ده مشروع اشتغلوا عليه من سنه 92 ووصلوا مرحله التوب فيه حاليا. بنتكلم حقوق البث التلفزيوني بس يا يعني هوند 6 مليار 6 مليار بس الخارجي فقط، مش من جوه انجلترا يعني. هم شبكتين اللي بيملكوا حقوق البث جوه انجلترا، وبعد كده بيوزعوا على مستوى دول العالم. فبنتكلم في 6 مليارات، مبلغ ضخم جدا بس تلفزيوني فقط، غير حقوق الرعايه، غير امور كتير جدا. وبالتالي البريمير ليج اصبح جاذب جدا للاستثمار بشكل كبير جدا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان برضو في بعض الانديه متعثره، مانشستر يونايتد الجمهور خلاص قافل جدا مع العائله جليزر وعايزين يبيعوا من النادي، وفي نفس الوقت العائله جليزر شايفه ان الدين اصبحت اكتر من نص مليار يورو، ده رقم ضخم جدا بالتاكيد طبعا. وبالتالي هم شايفين ان خلاص وجب البيع خلاص، وبالنسبه لهم طبعا لو حصلوا على المبلغ ال 5 مليار هم اللي اكيد هيبقوا كسبانين، وكمان الديون كمان هم مش هيتحملوا حاجه فيها، ده اللي هو اللي هيشتري، وتحديدا العرض القطري هو اللي هيشيل الديون كلها، هو بيبقوا كسبانين. ليفربول وضعيته مختلفه قليلا، ان مجموعه فينوي الامريكيه المالكه للنادي صحيح ان كانت اعلنت ان هي منفتحه على ممكن امكانيه البيع بالكامل، لكن بعد ذلك تراجعت، قالت احنا بنرحب باستثمار جزئي مش استثمار كلي. واعتقد ان ليفربول انت اهل دوري ابطال اوروبا، وده اتمناه ان شاء الله عشان نجمنا محمد صلاح، اتوقع ان في صفقات كبيره جدا ليفربول بصرف النظر عن فوز 7-0، لكن محتاج عمليه اعاده بناء في جميع الخطوط من حراسه المرمى الى خط الهجوم، لان خلاص كمان روبرتو فيرمينو رايح يعني ماشي خلاص في الصيف المقبل خلاص بشكل رسمي بعد نهايه عقده، وبالتالي محتاج اعتقد مهاجم اخر في نص ملعب حدث ولا حرج، محتاج اسماء كتير جدا على الاقل 3 اسماء في وجهه نظري. في خط الدفاع نفس القصه، فهو محتاج عمليه اعاده بناء، وحتى ده محمد صلاح، وطبعا محمد صلاح اصبح يعني خبره كبيره جدا، اتكلم في النقطه دي، قال مش عايزين يعني ننخدع كتير جدا بالفوز، لان احنا امامنا مهمه صعبه جدا، ومش عايزين نبالغ، لان احنا قدامنا هدف ان احنا نتواجد ضمن التوب فور عشان اهل دوري ابطال اوروبا. فانا اعتقد ان التاهل لدوري ابطال اوروبا هدف يورجن كلوب المهم جدا هذا الموسم، حتى تستطيع استخدام الصفقات المهمه وفي مقدمتها جود بيلينجهام، ويعني يعني ادعو الجماهير المصريه انها تتابع هذا اللاعب في مباراه تشيلسي ضد بروسيا دورتموند اليوم، لان هذا اللاعب بالتاكيد هيكون ليه بصمه كبيره جدا في مباراه اليوم. طيب تعالى نرجع شويه للسعوديه والفكره الذكيه اللي هم عملوها، فكره جلب حد وبقدر وبقيمه وبقامه كريستيانو رونالدو عشان يخدم انجاز التعبير على مشروع كبير، مشروع قومي، مش مجرد نادي تعاقد مع لاعب استثنائي.
وطبعا مفهوم ان اكيد على صعيد الدول واختلافات الدول في يعني القوة المادية بتفرق من دولة للتانية، بالتالي القدرة الشرائية عند دول بتبقى اعلى بكتير من دول تانية، لكن ليه التجربة دي ما بتتكررش في دول او ما اتكررتش في دول عربية تانية؟ ليه احنا في مصر ما نعملش نفس الفكر ده او ما نفكرش نفس الفكر ده، فكرة ان احنا نقوي منظومتنا من خلال برضو وجود شخصيات ما فيش اتنين يختلفوا على جودتها وعلى ان هي بتشع نجومية وبالتالي جاذبية. يعني الفكر اللي حصل في السعودية ليه مش موجود في دول تانية بما فيها دول خليجية عندها نفس القدرة المادية بتاعة السعودية؟ حسب توجهات كل دولة بتبقى يعني حسب كل سياسة. هو مش المفروض ان كل دولة يهمها ان اي منظومة سواء رياضية او غيرها تخصها تبقى في انجح حالتها؟ قطر بتعمل ده، ما بتستثمرش قوي في دوري نجوم قطر، ولكن في استضافة الأحداث الكبرى كان طبعا أبرزها على الإطلاق، وفي امتلاك أندية عالمية، وفي امتلاك أندية عالمية دارها يعني بالظبط. والسعودية على فكرة ما السعودية ما بتمتلك حاليا نادي نيوكاسل. وبالتالي حسب استراتيجية كل دولة، يعني مثلا نادي مانشستر سيتي مملوك لشركة إماراتية سيتي فوتبول جروب، ومانشستر سيتي بالمناسبة هو اللي فتح السكة وكان استثمار ناجح جدا الحقيقة من من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الحقيقة كان استثمار ناجح جدا، ومانشستر سيتي أصبح حاليا علامة تجارية من أعلى علامات تجارية حاليا على مستوى العالم، ومشروع ناجح جدا. والحقيقه اللي بيحصل ليه في الفتره الاخيره من رابطه البريمير ليج والاتهامات المبالغ فيها، انا كنت شايفها تمام مبالغ فيها الحقيقه، لكن لان مانشستر سيتي لو شفنا الانفاق في السنين الاخيره، مانشستر سيتي مش الاعلى انفاقا، بيصرف لكن مش الاعلى انفاقا على الاطلاق في البريمير ليج. مانشستر يونايتد رغم كل النتائج الكارثيه في السنين الاخيره كان هو الاعلى منه بكتير يعني. فبالتالي يعني مشروع مانشستر سيتي كان مشروع ناجح جدا، واعتقد ان بالعكس انا شايف ان كانت الشراكه من دوله الامارات لما استثمروا في مانشستر سيتي، السعوديه واضح جدا انها تريد تكرار التجربه، بس مش بس استثمار في انديه اوروبيه، ايضا عايزه تخلي الدوري السعودي واضح من واحد من اكبر الدوريات على مستوى العالم. حسب استراتيجيه كل دوله، احنا في مصر بالتاكيد هيبقى مستحيل، لان انت ذكرت كلمه كده، احنا صحيح مشكله التحكيم عندنا الاول، نبقى نفكر في اللي انا بقوله ده. مش بس على فكره السعوديه بالمناسبه كان الجوله الماضيه كان في اتهامات ان في مجامله للنصر في الفوز، بتبقى بنسب حتى عالميا فيها نسب، وحتى عالميا في نسب بالظبط يا نهاوند. لكن انا في وجهه نظري ان احنا في مصر انت قلت كلمه سر واحده، انت عشان ده محتاج امال طائله جدا طبعا بالتاكيد، يعني ده من احد الروافد ان انت تدعو للمهم جدا ليك اقتصاديا وسياحيا وكل شيء، لكن طبعا اعتقد في ظل الظروف الحاليه يعني اعتقد الموضوع هيبقى صعب. عشان كده انا بأتمنى ان احنا يعني لغايه لما ده يحصل ان احنا اكبر قدر من اللاعبين نصدرهم للقاره الاوروبيه، بحيث يكون منتخب مصر ان شاء الله يكون متواجد قوي، لان على المستوى الشخصي عندي غيره من اللي فعله منتخب المغرب. منتخب المغرب حاليا رابع العالم، واحنا يعني احنا اكتر في دوله فازت بكاس افريقيا 7 مرات، يعني ان شاء الله نتمنى ان احنا لو زاد عدد المحترفين هيفرق معانا صوره كبيره جدا، وهتقلل النقطة اللي قالت عليها نهاوند، نقطة الجاب بين اللاعب لما بيجي محترف وبيجي في مصر بيحصل الفروقات فيما يخص الفكر وامور كتير جدا. احمد نورتنا، ومتفائلين ان شاء الله النهارده يعني نحقق فوز مستحق ويبقى مباراة كمان حلوة، ونيجي بكرة نقول لحضراتكم اكيد صباحنا. نورتنا يا احمد، شكرا ليك. شكرا لك على وجودك جزيل الشكر، وان شاء الله نشوفك على خير. وخلونا نطلع فاصل اخير يا حضرات ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في اخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهارده، هي فقرة طبية مسجلة مع دكتورة إيمان الملجدي. خليكم معنا.